أهلا من الجهاز حرمي قاعد قالت ومعطفة ما لفوها جيش وين وقت قالت يا بلان ليش نحن مانا مسلمين مانا بشر نحن مانا أخواتكم مانا بناتكم وينكم أنتوا وينكم قوموا حاج وأعود حاج 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 بدنا نموت بدنا نموت بدنا نموت بالطيارة وبدنا نموت بالغارة وبدنا نموت بالقصف بدنا نموت بالتفجير وبدنا نموت بالكيماوي طيب ليش ما نموت ونحن رافعين سلاحنا بعزة وكرامة ليش ما نموت ونحن رافعين سلاحنا بعزة وكرامة ونستشهدنا الله ويعدنا بخيرنا عنده ليش 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 ما بنموت مثل البعرة ببيوتنا وبفراشنا وخايفين من اجل خايفين من اجل خايفين الطيارة كل يوم بتقصف بتموت 200 300 واحد هيك ببنايتهم ليش ما يقوموا يطلعوا هدول يحملوا سلاحهم ويقوموا يزودوا عن عرضهم وعن نسوانهم وعن ناسهم وعن ارضهم ليش؟ حاج بقى كفاها المولى قوموا يا شبابنا قوموا يا شباب الأمة الله يهديكم الله يقويكم الله يصلحكم الله يرزقكم لدينكم رد جميل والله حاج والله تعبنا تعبنا لأنه ما في رجال ورانا تحمينا مشان هيك هلا الله يدير الخير لأخواتنا قالوا قوموا لنطلع لمصيرة لكن احنا بدنا رجال تحمينا بدنا رجال